حياكم الله. إذا مشاهدينا، تعد دولة الإمارات من بين أفضل 20 دولة على مستوى العالم في مجال حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة، والأولى عربيا في هذا المجال الحمد لله، حيث تحرص الدولة على فرض قوانين وإجراءات صارمة لحماية حق الملكية الفكرية والتصدي لكافة أشكال التعدي بهدف حماية المجتمع من الآثار المدمرة التي قد تخلفها على المستوى الفكري والاقتصادي. عن مفهوم الملكية الفكرية وأهميتها وكيفية حماية الحقوق والإبداعات الفكرية المعنوية والمادية، نرحب في الاستوديو بالمستشار القانوني الأستاذ محمد حمدي. حياك الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا. مساء الخير. تسلمي. مساء النور. أهلا وسهلا. أنا أصلا كنت أسألك قبل الهواء عشان أنا شخصيا أبغى أتعرف على ماهية الملكية الفكرية أو حقوق حفظ الملكية الفكرية. نتعرف في البداية على مفهومها، شو هي الملكية الفكرية أصلا؟ الملكية الفكرية هي ابتكار عقلي بيتبلور تبلوري لفكرة. نعم. الفكرة بتقدري تسجليها عشان تستفيدي منها. التسجيل الملكية الفكرية هي زيها زي أي ملكية، وتقدري تستفيدي منها زي ما بتستفيدي من أي شيء ملكك، بكل وسائل الاستفادة والاستغلال. لو أنت صاحبة، حتى لو أنا ما نفذت هالفكرة، مجرد تفكيرك فيها وان الفكره دي بقت عندك ليها اطار بحيث ان هي تبلورت تكون بشكل كامل، تبلورت بشكل كامل واصبحت فكره مميزه، دي تقدري تستفيدي منها كملكيه فكريه. يمكن نحن نسمع عن حفظ الملكيه الفكريه وحفظ حقوق الملكيه الفكريه، والأغلبية منهم أنا أعتقد بأن أو كنت أعتقد بأن حفظ حقوق الملكية الفكرية خاص بشكل أكبر بحقوق الناشر دائما، يعني الإبداعات الفكرية أو الكتابات أو الشعر أو الروايات طبعا. أو غيرها. لكن هناك عدة مجالات الحقيقة وعدة أقسام أنت وضحتها لي، حابة أنك توضحها كذلك أيضا للسادة المشاهدين. هي الملكية الفكرية بتنقسم لحاجتين. أول حاجة الملكية الصناعية، هنا زي الصناعية. الصناعية زي العلامات التجارية، براءات الاختراع، النماذج الصناعية. هنا والقسم الثاني هو حق المؤلف وحقوق المجاورة. حق المؤلف هو اللي حضرتك بتتكلمي فيه، ده زي المؤلفات، الكتب، المسرحيات، الأغاني. وحقوق المجاورة هي فنان الأداء اللي بيعمله، بيقدمه حق المؤلف، زي الناشر الهيئات مثلا لا حق الإذاعية. المجاورة. النشر ده حق مؤلف، ده حقوق ناشر، حق هنا. مؤلف. لكن اللي بيقدم حق النشر بيقدمه بطريقة للجمهور معينة ده بيبقى اسمه حق المجاورة. يعني خلينا نقول مثلا أي إذاعة أو قناة تلفزيونية أو أي منتج فيلم عن رواية، منتجو مأخوذ عن الأفلام دي رواية. حقوق مجاورة، منتجو الأفلام ومنتجو الموسيقى هنا دي حقوق مجاورة، لكن مؤلف الموسيقى ده حق مؤلف. نعم. القسم الثاني طبعا اللي هو قسم يمكن يهتمون فيه وايد ناس، غير طبعا عن الكتاب وغير عن المؤلفين. القسم الثاني اللي هي الملكية الصناعية، الملكية الصناعية دي اللي هي فيها العلامات التجارية هذه وبراءات كيف الاختراع. تدخل فيها العلامات التجارية؟ يعني أي علامة تجارية ممكن أنها تدخل أو تطالب بحقوق ملكية فكرية؟ طبعا العلامة التجارية إذا كانت مسجلة فصاحب العلامة له حق عليها باستخدامها واستغلالها وحفظها ومنحها حيث أن للآخرين. ما حد ثاني يقدر يستخدم طبعا اسم طبعا اسم العلامة التجارية. حفظ العلامة التجارية وحفظ حقه في العلامة التجارية وحفظها من تعدي الآخرين عليها كعلامة تجارية. ونفس الموضوع بالنسبة لبراءة الاختراع، يعني الدواء بيتسجل براءة اختراع. صحيح. فالدواء لما بيتسجل براءة اختراع في حفظ للدواء، ما حدش يقدر يعمل نفس الدواء بنفس تركيبته الا لو كانت بقت للبابليك، لان هي حفظ براءة الاختراع لمدة 20 سنة. طيب لو كنت انا مثلا اخترعت تركيبة معينة مثل ما انت تقول حضرتك، او اخذت طبعا براءة اختراع، تمام، بعد براءة الاختراع هل يستطيع مثلا او هل استطيع انا كمبتكر او كمخترع ان انا ابيع حقوق التصنيع لاكثر من جهة او اكثر من شركة؟ انت بتبيعيها، بتبيعي الفكرة او البراءة بتاعتك لشركة واحدة فقط. فقط.
ما بترخصيش لحد غير تاني. قانوني إذا أنا بعت لأكثر من شركة بنفس التركيبة. بنفس التركيبة طبعا غير قانوني. جميل. الآن طبعا يمكن أنا كنت سألتك كذلك أيضا أستاذ محمد، أن في يعني ربما العديد من الأفكار تتشابه حول العالم، يعني قد يكون شخص مثلا من الإمارات وقد يكون شخص في أي دولة في الأرجنتين مثلا، ما يعرفون بعض ولا يعرفون عن بعض شيء، لكن عندهم يمكن نفس الأفكار أو نفس الفكرة. ربما يعني واحد منهم يسعى لتسجيل حقوق الملكية الفكرية والآخر لا يسعى إلى ذلك، أو ربما يعني خلينا نقول يصير في تشابه في الأفكار في جزء أو في جزئين مختلفين من العالم أو أكثر حتى أحيانا. طبعا. الآن كيف أنا يعني أحمي حقوق الملكية الفكرية وإن كانت في أفكار متشابهة وطرحت؟ ونحن نعرف اليوم أن اليوتيوب أصبح وسيلة لطرح الأفكار على العلن وبشكل مجاني للأسف. هو انا هقول لحضرتك، هو مالك الفكره هو مسجلها، هو صاحبها في التسجيل، اللي يسبق اللي ويسجل بيسجل بالظبط يعني، الفكره حتى مالك العلامه هو الاسبقيه في التسجيل ده في كل مكان، حتى وان كان الشخص اخر فكر بنفس الفكره، حتى لو كان شخص اخر فكر بنفس الفكره، بس في المالك صاحب الفكره او صاحب العلامه هو من يملك تسجيلها، طيب. هو الحين في كذلك ايضا العديد من الاشخاص ممكن يكون عنده وايد افكار لكن انه يمكن ما يسعى كذلك ايضا لتسجيلها، انت بشو تنصح استاذ محمد؟ يعني اذا مثلا شخص عنده فكره بلورت هذه الفكره، شو هي الخطوات اللي لازم يتخذها كبلورة فكره بشكل متكامل وبالتالي تسجيل حقوق الملكيه الفكريه؟ هي طبعا يعني هو اهم شيء في الملكيه الفكريه هي تسجيل الفكره او تسجيل كيف؟ تسجيلها في وزارة الاقتصاد طبعا، يعني هي الإمارات في وزارة الاقتصاد مفتوح الباب يسعى لأي حد إن تسجيلها هو يسجل في وزارة الاقتصاد في الدولة طبعا، على مستوى عالمي سهلة جدا. هي لما بتسجليها حضرتك في الدولة، دولة الإمارات داخلة في معاهدات كتير جدا، فبتكون محمية في كل الدول السيجناتوري للمعاهدة اللي الإمارات داخلها، يعني زي مثلا اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، هنا الامارات جزء سيجناتري في الاتفاقيه، وطبعا بتحمى على مستوى دول الاتحاد اللي هي ماضيه على اتفاقيه باريس، ودي طبعا كلها يعني ثلاث ارباع الدول ماضيه فيها، زائد ان في حاجه يعني الحمايه نفسها بتيجي من الوايبو، دي World Intellectual Property Organization، منظمة حقوق الملكية الفكرية العالمية. وطبعا لما بتبقي مسجلة في دولة من دول الاتحاد المنضمة للاتفاقية فبتحمى في باقي الدول، لكن برضو لو يعني لو في علامات تجارية، ده بالنسبة لحقوق المؤلف او او براءة الاختراع، لكن بالنسبة للعلامة التجارية فلازم برضو تسجليها، يعني زي ما احنا شايفين البراندز العالمية كلها بيبقى عنده حاجة اسمها جلوبال بورتفوليو بيسجلها في دول العالم كلها، بس دي طبعا يعني في مراحل متقدمة من الأفكار. احنا بس بننصح لكل الناس اللي عندها أفكار أو بروجرام معين أو أبليكيشن أو أي فكرة مجرد أن هي تكون فيها تميز، عنصر التميز، أنه يروح يسجلها عشان يقدر يستفيد منها بعد. تكلمت عن الأسماء التجارية أو العلامات التجارية الكبيرة وحقوق الملكية الفكرية تعاني منها هذه العلامات التجارية الكبيرة وتعاني من تقليدها طبعا. بشكل دائم بنتحدث عن هذا التقليد وما الفرق بين التقليد وكذلك التزوير، لكن بعد هذا الفاصل تابعونا. حياكم الله. إذن مشاهدينا ما زلنا نتحدث مع المستشار القانوني الأستاذ محمد حمدي حول حقوق الملكية الفكرية وكيفية حفظها. كنا نتكلم أستاذ محمد يمكن قبل الفاصل عن العلامات التجارية، خصوصا العلامات التجارية الكبيرة اللي تتعرض دائما وبشكل متواصل للتزوير وكذلك أيضا تقليد هذه العلامات التجارية. احيانا نشوف علامات تجاريه صغيره يعني ما تحتمل التقليد او التزوير، ومع ذلك كذلك ايضا تقلد وتنتشر في الاسواق. الان شو الفرق بين التزوير وكذلك ايضا التقليد، وايهما
استطيع فيه او تستطيع فيه العلامات التجاريه انها تحمي حقوق الملكيه الفكريه؟ هو التقليد والتزوير في مجال الفكريه الملكيه الفكريه متقارب جدا. التزوير هو سيمبلي ان بتعملي كوبي وبيست للعلامه التجاريه، نسخ على بشكل نسخ كامل، العلامه التجاريه بشكل كامل زي هي بالظبط على منتج يكون مقلد. لكن العلامه التجاريه هي المتاخده زي ما هي محطوطه على المنتج ده، نعم. مش من صنع ملك الشركه العلامه او الشركه نعم. ملكه العلامه. اما التقليد فهو بيبقى بياخد نفس العناصر المميزه للعلامه التجاريه لخداع الجمهور. نعم. لون فبيعملها ثاني زيها مثلا ما نزل بالظبط. في العلامه التجاريه نفسها، بالظبط، هي اسم بتبقى غير. مشابهه بالظبط بحيث ان هي بتخدع الجمهور المستهلكين ان يفتكر ان البرودكت الحاجه المنتج دي المنتج ده هو الأصلي. الاصلي، لكن هو مش الاصلي بس في اختلاف في العلامه التجاريه. في العقوبات طبعا بتاعت الاثنين مجربين في القانون. هنا في العقوبات بتاعت الاثنين التزوير له عقوبته عقوبات أكبر فيها حبس أتوقع. طبعا. طبعا بالضبط. فيها حبس وغرامه. واما التقليد بيبقى فيه غرامات وبيبقى فيه حبس ومصادره المنتجات يعني. وبصراحه يعني في دوله الامارات الموضوع حمايه الملكيه الفكريه قوي جدا، والجمارك كمان نحن أستاذ محمد عملت للأسف يعني عمليات ما حلوة. نتكلم فقط عن تقليد علامات تجارية كبيرة، نحن نتكلم حتى عن أفكار. يعني أنا مثلا بحكم أن أنا صدفت وايد مشاريع شباب في البرنامج، نشاهد أحيانا الفكرة تكررت للأسف، مع أن أحيانا نجيب مشروع من المشاريع الصغيرة أو المتوسطة صاحبها يكون بالفعل ابتكر هذه الفكرة، فكرة تكون فريدة من نوعها، لكن بعد فترة من الزمن أشاهد نفس المشروع أو أتعرف على نفس المشروع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو في الانستغرام أو في أماكن أخرى. الآن وين حفظ حقوق الملكية الفكرية في هذا الموضوع؟ طيب أنا هقول لحضرتك، هو دلوقتي بالنسبة للأفكار هي يعني حتى تسجيل الفكرة أو حاجة زي كده، هو ده مش حكر على أحد. يعني في التجارة أو في المجالات التجارية هنا الفكرة في التجارة هو مش حكر على أحد. لكن يعني الأفكار زي مثلا البروجرام اللي بينزل على الموبايل بيعمل تطبيق مثلا، تطبيق معين أو ابلكيشن معين، ده بيبقى الابلكيشن ده حق مؤلف. يعني بيبقى حق مؤلف. لو هو مثلا البروجرام ده معاه ديفايس، معاه الجهاز اللي بيشغله، هنا فده يعتبر باتنت. يعني براءة اختراع. فدي بتبقى حكر عليه لان هو الوحيد اللي اخترعها واخترع الجهاز. لكن في الامور التجاريه لا، صعب اما في جدا. الامور التجاريه صعب جدا ان انت تقدري تحجمي يعني الافكار دي، لان دي ليست حكر على احد يعني. انا كنت اتكلم وياك كذلك ايضا استاذ محمد عن انتشار الافكار اليوم، وكذلك ايضا تطبيق هذه الافكار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا عن طريق اليوتيوب. يعني اليوتيوب فتح مجال كبير يمكن للناس انهم يتعرفون على افكار بعض، يستفيدون من افكار بعض، لكن في نفس الوقت نشر هذه الافكار بالمجان. وايد يمكن انا ما اتكلم فقط عن الامور التجاريه، لكن اتكلم عن وايد امور هو اخرى طبعا حتى يعني تقنيه خلينا نقول. طبعا هو طبعا الانترنت بصفه عامه هو اكتر شيء خلت الناس يمكن او المخترعين المبتكرين يعني خلت يبقى في انفرنجمنت عالي قوي، انتهاكات لحقوق الملكيه الفكريه عاليه صحيح. جدا. وعشان كده الدول المتقدمه كل ما يبقى في الانترنت فيها عملت انتهاكات اكتر، كل ما بتصعب قوانينها وكل ما تقدر بتطبق سيطر يمكن عشان تسيطر بتطبق سيطرتها على حقوق الملكيه الفكريه اكتر. والنهارده دي حاجه من يعني بتقاس بيها تقدم الدول. يعني مثلا في يعني براندز معينه ما بيدخلش دوله غير لما يشوف الاول ايه هي حمايتها للملكيه الفكريه
في الدوله دي، ايه مستوى حمايه الملكيه الفكريه في الدوله عشان يقدر يدخل لدوله زي كده، وبتقاس بيها تقدم حتى في الامور التجاريه، ده في كل حاجه، ده هو سبيشالي في الامور التجاريه عشان هو يقدر يدخل بعلامه. يعني زي ما حضرتك بتشوفي في المولز، وبتشوفي في الشوارع وفي كل حته، البراندز العاليه دي بتيجي عشان في قانون ملكيه فكريه وبيطبق بفعاليات وبيطبق بفعاليه في الدوله، والا لن تدخل هذه العلامات التجاريه، والا لن تدخل. لان يعني مثلا انت عندك بلاد كتير جدا، يعني احنا كمحامين ملكيه فكريه بنعاني لما يبقى في عنده انتهاك، يعني هتمسكيه ازاي يعني؟ هذا يطبق كذلك ايضا على المنشات طبعا، يعني المنشآت لان دي اندستريال ديزاين يطبق كذا، يعني لو مثلا حسب تصميم معين، يعني انت عندك مثلا برج خليفه ما توني حدش يقدر يعمل زيه توني بقول لك يعني برج خليفه مثلا او ما حدش يقدر يعمل زيه، خلينا نقول تصميم اي فندق او منتجع من المنتجعات، فندق او منتجع حسب ما هو، يعني لو هو مسجل ده ايه، هو مسجله ولا لا. طبعا احنا بننصح المصمم مو صاحب الشركه، فيها وايد تداخلات طبعا، المشكله فيها تداخلات، بس هي بيبقى فيه جواها اساينمنتس، يعني اللي هي حوالة حقوق، يعني انا بحل بحقي كمصمم احول حقي مثلا الى الشركه المنفذه بالزبط. او الشركه اللي المنتجه يمكن للباني والمنتفع ان هو ينتفع من هذا الديزاين عشان يقدر يبنيه. يعني عندك في مباني كتير جدا فيها ملكيه فكريه كبيره، وفي مباني كتير جدا مسجله كعلامه تجاريه كبراءه اختراع كذلك ايضا بعد بعض التصاميم يمكن المنشات، صحيح؟ هي بتبقى تصاميم في تصاميم معينه طبعا ده بيبقى مسجل كتصميم ومسجل كمان، ممكن يبقى لو هو له شكل ابتكاري صحيح بيسجل كعلامة تجارية كمان وليس براءة اختراع. وخلي بالك ان في يعني النموذج الصناعي بيسجل 3D دلوقتي، يعني لو في صورة ثلاثية الأبعاد هنا بتسجل كنموذج صناعي وبتحمى طبقا للقانون. الحمد لله نحن عموما نعيش في دولة الإمارات اللي هي تعتبر يعني مثل ما ذكرت يعني في البداية الأولى على مستوى الوطن العربي، وكذلك أيضا من الدول اللي يعني مستواها جدا عالي أو متقدم في مصاف الدول الكبرى في حفظ حقوق الملكية الفكرية بشكل عام. كل الشكر لك على هالتوضيحات بشكل عام، المستشار القانوني الأستاذ محمد حمدي، كنا سعيدين بتواجدك ويانا، شكرا. ربنا يخليك، شكرا.